أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العربية الدولية والمحلية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربية ومقال للكاتب مزهر جبر الساعدي تحت عنوان السياسة الأمريكية، أكاذيب وافتراءات وخدع السياسة الأمريكية مبنية على قاعدة واسعة من الأكاذيب والافتراءات والخدع التي تبرر بها حروبها وغزواتها على الدول والشعوب. هذه الغزوات والحروب والاحتلالات كانت نتيجتها الدمار والخراب والتشظي، كما حصل للعراق في بداية القرن الحادي والعشرين بكذبة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، حيث افتتح بها كولين باول السنة الثالثة من بداية القرن الحادي والعشرين، واعتقد أن العالم برمته بما فيه الأنظمة العربية وأنظمة الجوار الإسلامي وليس ساسة أمريكا والغرب فقط. كان يعرف جيدا أن أمريكا تكذب وأن العراق خال تماما من أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه الكذبة هي لإيجاد مسوغات لغزو العراق واحتلاله وتدميره، وهو ما حصل فعلا وما زال يعاني منه العراق وشعبه حتى هذه اللحظة. هذه الكذبة أو الفرية أسلحة الدمار الشامل اضطرت الإدارة الأمريكية وحتى صانع القرار الأمريكي إلى ابتكارها حين سدت جميع المسوغات للغزو والاحتلال، ومن ثم عملت على تسويقها إعلاميا على نطاق واسع. من الطبيعي أن النظام الرسمي العربي يعرف ويدرك تماما أن أمريكا تهدف من غزوها للعراق خلق واقع جديد وبيئة جديدة تمهيدا لما جرى وما هو جار إلى الآن في المنطقة العربية، والمحاولة المستميتة لتمييع القضية الفلسطينية التي تصدى ويتصدى لها إلى الآن شبان في عمر الزهور في عمليات بطولية قل نظيرها في التاريخ تمسكا بالأرض والقيم والتاريخ، كما تصدى الشعب العراقي للغزو والاحتلال في مقاومة فريدة لا دعم ولا إسناد لها سواء من الجوار العربي النظام الرسمي العربي حصريا وليس شعوب العرب أو الجوار الإسلامي، لذا فهي مقاومة اعتمدت على الشعب العراقي. إلى صحيفة إيلاف ومقال للكاتب طالب سعدون حول المفارقات في العراق. يقول الكاتب: كثيرة هي المفارقات في الحياة التي تناقض المنطق تماما، لكن أن يكون الدينار العراقي بهذا المستوى أمام الدولار وفي حالة من التذبذب في الصعود والهبوط على مدى سنوات طويلة، ذلك هو الشيء الغريب والعجيب. وأيا كان السبب فارتفاع الدولار مؤخرا تعد حالة غريبة ومفارقة عجيبة لبلد يحصل على أكثر من 90% من موارده المالية بالدولار، فالمنطق يفرض العكس تماما، أي أن يكون الدينار العراقي هو السيد في التعاملات الاقتصادية واليومية، ويمكن معرفة ذلك ببساطة من قوة العملة الوطنية للبلدان المصدرة للنفط وبالذات الخليجية القريبة منا، فهي تشهد حالة من الاستقرار المتسم بالقوة، لأن للدولار حصته الأوفر في مواردها المالية وله دوره المؤثر كذلك في خلق تنمية تأتي بموارد مادية أخرى وتسد جانبه من حاجاتها المحلية. مستوى الفقر والبطالة في بلد نفطي بلغت عائداته من النفط العام الماضي 115 مليار دولار، ويعد ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويملك احتياطات هائلة من النفط لغى تسلسلها المتميز بين الدول المنتجة للنفط، ومع ذلك فإن نسبة الفقر عالية وتشكل نحو 25% من السكان، فيما تشكل البطالة نحو 16.5% على حد ما يعلن في الإعلام نقلا عن المصادر. وهذه الحالة تعد غريبة على الدول النفطية الخليجية على سبيل المثال، حيث ساعدها النفط في التخلص من البطالة وتشغيل العمالة بمختلف الكفاءات والأعمار وتفعيل القطاع الخاص في مختلف النشاطات وبناء تجارب تنموية خاصة ومتميزة جعلتها تحتاج إلى الأيدي العاملة الأجنبية. هذه مفارقات غريبة في عصر لا يزال النفط سيد الطاقة ويحتل الصدارة في مصادر الاقتصاد، ومع وفرته لم يجد العاطل وظيفة، فكيف له أن يجدها عند نضوبه؟ وهل فكر أهل النفط ببدائل لموارد النفط قبل أن ينضب؟
ذكر تقرير لموقع أويل برايس الأمريكي لأخبار النفط والطاقة ترجمته المدى أن الولايات المتحدة وفي الوقت الذي تحافظ فيه على نشاط شركاتها النفطية في العراق وسعيها لشراء 30 سهما من صفقة مشروع شركة توتال إنرجي الفرنسية في العراق البالغ قيمته 27 مليار دولار، يبدو أن الصين من جانب آخر هي الأخرى تأخذ خطوات مباشرة أكثر لتوسيع نشاطها واستثمارها النفطي في ذلك البلد. وأضاف التقرير أن الأسبوع الماضي شهد منح 3 شركات صينية عقودا نفطية ضمن جولة التراخيص الخامسة بالرقعة الاستكشافية والحقول الحدودية استنادا لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وأشار إلى إحالة 6 رقع استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة، ذهب 3 منها لشركات صينية والأخرى فازت بها 3 شركات إماراتية. شركة بتروجين الصينية تسعى لأن تكون المشغل الرئيسي لحقل غرب القرن الواحد النفطي العملاق، بينما تقترب شركة إكسون موبيل الأمريكية من مرحلة بيع حصتها في الموقع والذي تبلغ نسبتها 32.7% من قيمة الأسهم. إن العقود التي فازت بها شركات النفط الصينية ضمن جولة التراخيص الخامسة لهذا العام هي تطوير واستكشاف رقعات نفط خانة في محافظة ديالى، وفازت بها شركة جيوجيد الصينية. وتابع أن الفقرة الثانية من الخطة تتضمن تطوير حقل الحواز النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، وفازت به شركة جيوجيد أيضا. ومضى التقرير إلى أن الفقرة الثالثة من الخطة تتضمن تطوير حقل السندباد النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة الذي أحيل لشركة يو إي جي الصينية. نشرت مجلة إيكونوميست مقالا قالت فيه إن التوقيت مهم جدا بعد وقوع الكارثة، فبالنسبة لعمال الإنقاذ فإن أول 72 ساعة حاسمة، وبعد هذه النقطة تنخفض احتمالات إنقاذهم بشكل حاد، لأن الإصابات والعطش والظروف الجوية تتعاون كلها لقتل الإنسان. أما المستبدون الذين يعولون على ما حدث ويأملون أن تخفف الكارثة من عزلتهم الدولية فإن التوقيت يظل مريحا لهم بعض الشيء. وأضافت المجلة أن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا تضررت بشدة من كارثة الهزة الأرضية هذا الشهر، وتضيف أن الزلازل قتلت حوالي 6000 شخص في سوريا سواء في الشمال الغربي أو في المدن التي يسيطر عليها النظام مثل حلب واللاذقية. ومن المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع، حيث تعتقد الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 5 ملايين سوري قد تشردوا، وستكون مساعدتهم مهمة ضخمة. إن دوافع النظام ليست خيرية، فهو يكافح من أجل التعامل مع الدمار في مناطقه، وقد حاول إلقاء اللوم على كبش فداء مناسب الغرب. وقد أثار بعض المحللين الغربيين أسئلة أوسع حول العقوبات، حتى لو لم تعرقل الإغاثة في حالات الكوارث فإنهم يعرقلون الدولة السورية، الأمر الذي سيكون له عواقب على المدنيين. ويستهدف قانون قيصر، وهو رزمة من العقوبات الأمريكية على سوريا، وتحولت لقانون في عام 2019 بشكل صريح قطاعي الطاقة والبناء في بلد يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وأضرار جسيمة بالإسكان والبنية التحتية. في أثناء البحث عن طرق لمساعدة الناس الذين يعيشون وسط الدمار في سوريا من جهة، وتجنب إعادة تأهيل نظام ملطخ بالدماء من جهة أخرى، لا توجد هناك إجابات سهلة. نشر موقع بلومبرغ تقريراً لأليس كانتور قالت فيه إن التمييز العنصري يدفع المسلمين في فرنسا لمغادرتها بحثاً عن أماكن أكثر أمناً خارجها، واستندت على تقرير لوكالة بلومبرغ الذي نقل شهادات ومقابلات مع الفرنسيين المسلمين في الخارج. وقالت الكاتبة إن ناتاشا جيتوفيتش 38 عاما غادرت باريس إلى لندن في عام 2020 على أمل الحصول على فرص عمل أفضل كفتاة مسلمة هناك،
كان رهانها صحيحا، فالبرنامج المالي الذي تعمل به تطور، وهي تحصل الآن على ضعف ما كانت تحصل عليه أثناء عملها في مصرف فرنسي مهم، وتم ترفيعها في وظيفتها أكثر من مرة، وتذكرت ناتاشا العنصرية التي تعرضت لها وهي في فرنسا. في دراسة جديدة للأستاذ في جامعة ليل أوليفر ستيف، كشف فيها أن عددا من المسلمين خاصة من ذوي التعليم العالي وأصحاب المناصب في الشركات والبنوك يغادرون فرنسا بشكل يسهم في تجفيف العقول والذي يعاني منه ثاني اقتصاد في محور اليورو. وقام البروفيسور ستيف بإجراء دراسة مسحية شملت 1074 من المسلمين الذين غادروا فرنسا، قال ثلثاهم إنهم قرروا الانتقال لممارسة دينهم، فيما قالت نسبة 70% إنهم قرروا الانتقال لتجنب المزيد من حوادث العنصرية. وتقول الدراسة إن المواقف العنصرية أصبحت أكثر انتشاراً في البلد الذي يعيش فيه أكبر تجمع للمسلمين في أوروبا. وأقرت حكومة إيمانويل ماكرون سلسلة من السياسات التي قالوا عنها النقاد إنها خلقت ثقافة معادية، وقالت نسبة 42 من المسلمين إنهم واجهوا تمييزاً دينياً في فرنسا بحسب استطلاع قامت به شركة أبحاث سوق إيفوب في عام 2019. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. نقرأ وإياكم هذا الخبر من القدس العربي. أذهل شلال ناري ضخم المصورين وعشاق الطبيعة الذين تمتعوا بمنظر لانعكاس أشعة الشمس على الشلال عند الغروب في متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا. وفي كل عام ولفترة وجيزة تضيء أشعة النهار الأخيرة قبل المغيب شلالات هورستايل في مشهد شبيه بتدفق للحمم البركانية أسفل منحدر الكابيتان الصخري الشهير. وتجذب هذه الظاهرة السياحة من جميع أنحاء الولايات المتحدة وتستمر بضع دقائق فقط، ولا تحصل إلا عند توافر كل الشروط اللازمة. أما الشرق الأوسط نشرت للمرة الأولى في تاريخها لا تفتح حلبة قناة ريدو الكندية للتزلج المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث أبوابها أمام الرواد بسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير اعتيادية خلال الشتاء هذا العام حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويذكر أن أوتاوا الكندية سجلت هذه السنة ثالث أكثر مواسم الشتاء دفئا لها
بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي خلال شهري ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، التي بالكاد انخفضت عن الصفر في بعض الأحيان. ويقول مدير حلبة التزلج في على الجليد في أوتاوا بروس ديفاين، هذا العام ترسل لنا الطبيعة تحديا كبيرا، فمع الطقس المعتدل من الصعب جدا بناء جليد صلب جيد، وليكون التزلج ممكنا على هذه الحلبة يجب أن تراوح درجات الحرارة بين 10 درجات مئوية دون الصفر و20 درجة مئوية دون الصفر لمدة تقارب وتقترب من أسبوعين على الأقل. والآن نشاهد وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية من مواقع الصحف. بعد الرجات الأرضية التي هزت تركيا وسوريا مؤخراً، لربما تساءلت حول ماهيتها وكيفية حدوثها. في التقرير التالي سنجيب على الأسئلة التي تبادرت لذهنك بما يخص هذه الظاهرة الطبيعية المدمرة. الزلازل عرفها العلماء على أنها ظاهرة طبيعية ناجمة عن رجة في الأرض أو سلسلة من الاهتزازات الناتجة عن حركة الصفائح الصخرية داخل الأرض بسبب مؤثرات جيولوجية. وتشير التقارير إلى أن هذه الهزات تسببت بأسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الكرة الأرضية. كيف تحدث الزلازل؟ تحدث الهزات الأرضية نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض التي تسبب ضغوطاً على القشرة الأرضية لتخزنها على شكل طاقة في الصخور المكونة للقشرة، إلى أن تعجز الصخور عن تحمل هذه الحركة والطاقة لتنفجر تحت سطح الأرض، وخلال ثوان معدودة تطلق الصخور الطاقة المخزنة في حالة تسمى بالحركة المفاجئة للأرض، وعندها يقع الزلزال لا يمكن التنبؤ بها. رغم تطور العلم وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، يفقد العلماء القدرة على التنبؤ بموقع وموعد وقوع الزلازل، لكن يمكنهم توقع حصول زلزال كبير في منطقة معينة خلال عدد معين من السنوات، وذلك بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أشارت إلى أن كثيراً من التنبؤات تقدم معلومات وتوقعات عامة وحدوث شيء منها ما هو إلا محض صدفة بحتة. وفي حين أنه لا توجد أي معدات حتى الآن قادرة على تقديم قراءة واضحة لتوقع الزلازل، يأمل العلماء الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين التنبؤ بالزلزال. الحيوانات والزلازل. يشاع أن الحيوانات تستشعر الزلازل قبل وقوعها من خلال اتباعها سلوكاً غريباً قبل الهزات الأرضية، إلا أن العلم لم يثبت مثل هذه الفرضيات التي جذبت اهتمام الباحثين، مما دفعهم لاستخدام أحدث التقنيات لمراقبة الحيوانات المختلفة التي قيل إنها تتنبأ بالزلازل في وقت مبكر، ليصل العلماء لنظرية تقول بأن الحيوانات تستشعر فعلياً الزلازل قبل دقائق فقط من حدوثها من خلال إبدائها لرد فعل وليس موهبة خاصة. فيما يخص التنبؤ بموقع وتوقيت وقوع الزلازل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.